المستقبلية والمريحة والتي تسمح لمرتديها بالتجول بحرية ودون الشعور بأي ألم في القدمين، وفي الوقت ذاته توفر لهما الحماية. لا تحتوي النعال على أي أربطة، فقط تثبت في القدمين من الخلف ومن الأمام. وعلى الرغم من ذلك إلا أنها تكون مثبتة في القدمين بشكل محكم ولا تنزلق إطلاقا. النعال أنيق للغاية، حيث أنه يمكنك ارتداؤه في جميع المناسبات، كما يمكنك الركض وممارسة جميع الرياضات مرتدياً إياها، وهي مناسبة أيضاً للمشي على جميع الأسطح كالإسفلت والحصى، فهي توفر مستوىً عالي من الراحة والأمان لمرتديها في أي مكان. يقدم المصنعون 2 من الموديلات لايت وبلوكس يختلفان من حيث المادة الخام، أما السعر فهو 60 و 85 دولار على الترتيب. ثريد سميث كلوز. أنتجت الشركة الأسترالية ثريد سميث مجموعة من الملابس الفريدة من نوعها والمضادة للماء والسوائل. الملابس مصنوعة من نسيج مقاوم للسوائل، وهي مقاومة أيضا للصبغات، كما أنها لا تمتص روائح. وفي الوقت ذاته يتميز النسيج بالنعومة، وهو ذو ملمس جيد ومريح للجسم. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من الموديلات، تتراوح أسعارها ما بين 50 و 400 دولار. بوش. أحذية نسائية مبتكرة تمنحك الفرصة لارتداء حذائك المفضل في أي وقت وفي أي مكان بغض النظر عن الظروف المناخية، فهي تحمي حذائك بشكل مثالي من المياه والوحل. يتم ارتداء بوش فوق الحذاء الأساسي ليغطي القدمين تماما وجزءا كبيرا من الساقين، ومن ثم يمكنك الخروج إلى الشارع دون داعي للقلق من تلطخ حذائك المفضل بالوحل. الحذاء بوش مصنوع من مواد مضادة للماء من الخارج ومبطن من الداخل بطبقة من النايلون الناعم ذي ملمس مستحب على البشرة. نعل الحذاء مسطح تماما، لذا فيمكنك ارتداؤه على أي حذاء سواء أحذية الكعب العالي أو الأحذية الرياضية.